هاني مليحه في الدار ما عدتش نقدر ندير والو، شغل خلاص راحت من راسي ديك تاع تفنين، على بالي بلي كاينه حاجه. كاينه حاجه. رحت لعند جينيكولوج عطاتني لي زاناليز تاع ثوازيام مون، خرجوا عيانين، خرجوا لي جلوبيل بلون طالعين، شغل الكريات البيضاء كانوا بزاف طالعين. قالت لي امينه راني نشوفها في سا سي با سا هنا، ما حبش تخلعني بالك ولا. قالت لي معليش تعاوديهم لي، مي انا تلمو كنت عيانه ما قدرتش نعاودهم لها. خلاص رحت للدار ما زدتش كاع، رحت للطبيب. استهزيتي؟ مش ما نقولكش استهزيت، كنت حاسه بلي كاينه حاجه ما حبيتش نعرفها وانا اونسنت. وانت يا اونسنت هروب فهمتيني؟ لحقتي الشهر التاسع؟ لحقت وبقاو يزيدوا. كنت نحكي لراجلي كي نقعدوا نقصروا نقول له على بالك كاينه عفسه فيا، قول عندي المالادي مانيش عارفه وشنو هي. يقول لي صالحيني انا راجلي، قولي لي واش كاين. زعما نقول له مانيش عارفه وشنو هي اكزاكت، ماني حاسه بلي كاينه حاجه. دايوغ انا لوليدي الدوزيام شغل كنت زيدتو، شغل كنت اكسبري حبيت نجيبو، قاعده نقول نجيب خو لوليدي. بالك ما بقالوش. ربي يعيشهم لك ان شاء الله. ان شاء الله. من بعد كنت نقول للراجل هكا، نقول له خلينا مشاكل تاع الدنيا، شغل الانسان ماهوش عارف كاع شحال حيعيش. صح. يقول لي واش كاين، قولي لي واش كاين، نقول له ما كاين والو مانيش عارفه واش كاين، ماني حاسه. لحق الشهر التاسع نشفى، كنت زعما عندي غدوه من تما الرونديفو تاعي في لاكلينيك باش نولد. خرجوا لي دي غونغليا، رقبتي ولات قد هاك هكا بين دقيقه وخطها. كنا ليله وضحاها كنا قاعدين نتفرجوا في التلفزيون على المغرب، كنت نكسلها هكا كي نط لقيت رقبتي منفخه. هي كانت واحد السمانه من قبل ما نقدرش نتنفس، شغل كان يجيني هادو بصح انا شغل اشاك فوا اعراض اشاك فوا ما نرد لهمش بال. نشفى قلت لك رحنا رحت لتماك للطبيبه تاعي، قالت لي هكا، قالت لي لقات لاطونسيون تاعي طالعه. قالت لي جيت ولدي بالسبت، كنا بالاربعة. قالت لي بالسبت، قلت لها واش من سبت؟ قالت لي هادي خلعت. قلت لها نقول لك حاجه برك، قلت لها تبلي ربي درت فوجاست رقبتي راهي منفخه. قالت لي امينه ما كاش فوجاست في الرقبه. قالت لي نعطيك راديو وروحي ديريه لي. شو بديت نحس بلي عفسه هاي ولات سيريو، شغل انخلعت، عيطت للطبيبه واحده اخرى ويشوفوني، وبدات تقول لي سي اورجون، كتبت لي ميلات خوكا. ما رحت بالاربع، كنت عيانه، عاودت رفدت روحي ورحت للدار. بالخميس قلت لك انا ما كنتش نقدر نوض في النهار، مالكري كانت البروده انا في نوفمبر ولات، مي شغل نحس بسخانه، تهيق لا ما نقدرش نخرج في النهار في الشمس وكامل. لحقت سبعه تاع العشيه رحت للكلينيك اللي تفتح اش 24، درت الغاديو تاعي. كي شافتو هذيك قلت لها زعما هذيك اللي كانت الدليله، قلت زعما واش بالك؟ قالت لي بان لي بلي هاد لي غونغليون قدم. شحال عندهم؟ قالت لي راهم معمره في رقبتك. قالت لي ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه، قالت لي عندك بزاف. قالت لي صافي لونطون ملي بداوك، قالت لي ما كنتيش تمسي رقبتك ما تحسيش. قلت لها والله جامي ما حسيت لهم ولا جات كاع في راسي. ومن بعد هذيك شغل خلاص من تما رحت ولدت بالسبت، كنا بالخميس اوتوماتيكمون ويكاند، رحت ولدت بالسبت، خرجت بالحد. بالتنين رحنا باش نديرو سيتو بونكسيون، شغل انا وراجلي كنا صغار. ماكيش على بالك. اونيتي بيردو، خبيت على كل واحد، انا ما قلت حتى واحد، كان راجلي برك غير انا هو اللي على بالنا. اللي على بالكم. شغل واش كنا نجري واش كنا نديرو، واحد ما كان على باله على واش. شغل ماما ما كانش على بالها. وكنا كيفاش اكتشفتي يعني؟ هاني بعدها درتي سيتو بونكسيون، دايما تخرج باللي كاينه عفسه، مي ما بانتش وشنو هي. سو ما خرجليش باللي تيوباركيلوز. وما تقولي تنشوف بلي تاع تيوباركيلوز، يعطوا لهم هنا يديروا لهم واحد لو بوان هنايا ودوا، انا ما داروهوليش هذا. شغل برك كانوا يخبيو عليا بلي شغل الطريق كانت باينه وانا ما قالولكش. ايه ومن بعد كنشفى نهار خلاص، من بعد ولاو يخرجوا لي سيتو بون، هذوك سيتو بونكسيون يعني خزعه، يجيبوا لك شويه من هذاك الليكيد ويعيروه لك ويشوفوا شنو هو. كي درتهم هادو كامل وما بان والو، زدت رحت عند اواغيل، زدت رحت عند ثلاثه لي زواغيل، رحت عند حتى لحقت حكمتني المراره، رحت عند انترنيست. كانوا يجوني بزاف لي كريز تاع المراره، توجعني جاتني فيها حجره. نشفى كي رحنا عنده قال له راجلي، قال له لا غير ما رقبتها هي تتنفخ، ما فهمناش علاش. قال له انا غير عند الواغل مازال ما بانش. قال لي وري مدام سي بون سي بون، غير تقول الرقبه يفهم ديريكت، يخافوا صح. قال لي خلاص مدام سي بون، خلينا من المراره وري نشوف شنو هذه. دار لي عليها هكا ليكوغرافي ا بوبخي، اعطاني اون لاتر ديريكتومون العمليه. قال لي تروحي ديري عمليه نحيها نقيها نعيرها.
دو جوغ دخلت ندير عملية، خرجت خلاص أوتشكين، سرطان غدد الليمفاوية المرحلة الثالثة ستات خوا بي، يعني قريب المرحلة الرابعة. وكنت هذاك نفسها هكاك، رحت عطاني لاليتر قال لي تروحي تديها للسبيطار، ديتها للسبيطار قالوا لي على 10 أيام ولا أسبوعين تبداي لاشيميو تاعك، وبديت لاشيميو وأنا نفسها. كيفاش